اللحظات دي ارتاح في محضر الرب. غمض عينك كده، ارفع قلبك قدام الرب، واسمح للرب ان ياتي بمياه الراحه اليك في هذه اللحظات. مكتوب اراحهم الرب من كل جهه. يا رب تعالى ريحنا في هذا الاجتماع، تعالى براحه حقيقيه في هذا الاجتماع. اسمح للرب ان يريحك في هذه اللحظات. عايز تقف، عايز تقعد، غمض عينك كده وارفع قلبك وقول يا رب تعالى في هذا المؤتمر براحة حقيقية لقلبي. يا رب مش عايز أشجع نفسي بنفسي، لكن عايز عمل النعمة، عايز عمل الروح القدس في هذا المؤتمر. يا رب أريد أن الروح القدس يعمل فيا بقوة وبعمق في هذا المؤتمر. يا رب تعالى اشعلنا بنيران الروح القدس في هذا المؤتمر. ارفع ايدك معايا كده وقول يا رب تعالى اشعلني بنيران الروح القدس، الروح الهادي الهادئ الوديع، نعم، لكنه الروح الناري ايضا، الروح الوديع الهادئ، نعم، لكنه الروح الناري ايضا. ارفع ايدك كده معايا وقول له تعالى بعمل الروح القدس في هذا المؤتمر. يا رب نحن ندعوك أن تملأ هذا المكان، يا رب نحن ندعوك أنك تضع يدك على كل شخص في هذا المكان. يا روح الله نحن ندعوك أنك تأتي بكل شخص متأخر إلى هذا الاجتماع وإلى هذا المؤتمر. يا روح الله إحنا بندعوك أنك تيجي تعمل غطاء مجد على هذا الاجتماع وعلى هذا المؤتمر. يا روح الله إحنا بندعوك أنك تيجي تملأ الخدام في هذا الاجتماع. يا روح الله احنا بندعوك انه كل شخص داخل الاجتماع خائف او عنده قلق، يا روح الله بندعوك انك تيجي بطمأنينة جديدة في هذا الاجتماع. يا روح الله بندعوك انك تيجي فتشد عينينا فلا نرى الا يسوع وحده في هذا الاجتماع. يا رب لا نريد ان نرى الا يسوع وحده في هذا الاجتماع. تعال شد عينينا وشد قلوبنا يا روح الله، تعالى بمياهك اللي تنقينا من كل اتربة دخلنا بها يا رب الى هذا الاجتماع. تعالى بمياهك النقية اللي تنقينا يا رب، تعالى نقينا في هذه اللحظات. قوله كده، تعالى يا رب اغسلني ونقيني في هذه اللحظات، عشان وانا ببتدي المؤتمر ده ابدأ بتركيز حقيقي يا رب معاك، ابدأ باني عناية محطوطة عليك يا رب النهاردة، ابدأ باني بقولك تعالى زور حياتي في المؤتمر ده زيارة خاصة جدا، ابدأ باني بقولك تعالى قدسني وتعالى اغسلني وتعالى اشعلني وتعالى اطلقني يا رب في المؤتمر ده اطلاق خاص جدا. صلي كده معايا في هذه اللحظات، نتحد كلنا. عايز ترفع ايدك، اشعر بحرية الان في محضر الرب، وصلي معي ان الرب يملأني ويملأك، يملأ الخدام ويملأ المكان بعمل وقوة الروح القدس. نعم باسم يسوع رب يأتي براحة لهذا الاجتماع. رب تعالى ارفع كل تقل على اي شخص في هذا الاجتماع. اشكرك لانك في وسطنا، اشكرك لانه في محضرك يهرب الحزن والتنهد، اشكرك لانه في محضرك الكل قائل مجد، اشكرك لانه في محضرك خدامك كلهيب نار. يا رب نعم انت الجاعل خدامك كلهيب نار. تعالى اشعلنا بالروح القدس يا رب في هذه اللحظات، تعالى اعمل فينا بقوه وبعمق، تعالى اعمل فينا بعمل الروح القدس النقي جدا في هذه اللحظات. تعالى اعمل فينا. صلي معي قوله تعالى اشتغل جوايا. نفسي نشعر كده بتركيز في الوقت اللي جاي. الرب راعي وهو كفايتي، في مراعي خضر يربطني. واحنا بنردد الكلمات دي اشعر كده براحة وبتركيز في محضر الرب. وشجعك تقفل عينك علشان لا تنشغل بأي أمر آخر. الرب يأتي بأجنحة حضوره على هذا المكان، الرب يجي يرف على هذا المكان بأجنحة حضوره. لكم أيها الملتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتك. يا رب النهاردة في صباح جديد وفي يوم جديد تشرق علينا شمس البر والشفاء في أجنحتها، تشرق علينا شمس البر والشفاء في أجنحتها. يا رب احنا لا نريد أمور صوتها عالي، لكن نريد عمل حقيقي للروح القدس. حبايا انا مشغول بهذا جدا لهذا المؤتمر،
إنه لا نريد أمور شكلها عالي شكلها، لكن نريد عمل حقيقي للروح القدس. صلي معايا لأجل عمل حقيقي للروح القدس. هللويا. أتى بك إلى هذا الاجتماع لكي يريحك. نعم صلاة وتسبيح
الآية الرئيسية التي عايزة أشاركك بها أقولها في روح الصلاة. مبارك الرب الذي وسع جاد. مبارك الرب الذي وسع جاد. وانت واقف كده في محضر الرب وشعر بالراحة وشعر بعمل الروح القدس، قول مبارك الرب الذي يوسعني، قول مبارك الرب الذي وسع جاد، قول مبارك الرب الذي برغم أن يوسف اضطهدته ومررته أرباب السهام إلا أنه كان غصن يرتفع فوق حوائط. قول مبارك الرب الذي يرفع أغصاني فوق الحوائط. قول مبارك الرب اللي في وسط كل ما يحدث في هذه الأيام في بلادنا. قول مبارك الرب الذي يباركني. قول مبارك الرب الذي يوسعني. قول مبارك الرب الذي يعمل فيا بقوة الروح القدس. مبارك الرب الذي يوسع جاد. قول مبارك الرب الذي يعمل فيا بالنعمة. بارك الرب. ارفع ايدك كده واستقبل في هذه اللحظات، مش وقت اشارك لكن استقبل في هذه اللحظات قوة للامتداد. استقبل في هذه الوقت في هذه اللحظات قوة للإثمار وللامتداد في اسم الرب يسوع. استقبل في هذه اللحظات قوة الروح القدس التي تطيح وتزيح بكل العوائق التي تقف في طريق امتداد عمل الرب في حياتك. استقبل في هذه اللحظات. قول مبارك الرب الذي وسع جاد. مبارك الرب الذي وسع جاد. مبارك الرب الذي وسع جاد. نعم. رغم انه جاد ده كانت بدايته ضعيفة جدا جدا، كان جاد ابنا لزلفة، وزلفة دي كانت جارية ليئة. يعني جاد ده كان شخص بدايته ضعيفة جدا جدا جدا، كان ابن جارية للزوجة المكروهة، بس الرب عمل في حياة جاد بقوة وعمل الروح القدس. قول باسم يسوع الرب يعمل في حياتي بقوة وعمل الروح القدس. رغم أي عوائق بتقف قدامي، رغم أي بدايات شكلها بسيط، رغم أي أمور في نفسيتي، رغم أي أمور من عيلتي، باسم الرب يسوع مفيش أمور متوارثة تقف قدام توسيع الرب ليا وليك باسم الرب يسوع. مبارك الذي وسع جاد. مبارك الذي وسع جاد. حسبما أزلوهم نموا وامتدوا. نعم. هللويا هللويا. نفسي كده وانت واقف ومحضر الرب في اللحظات اللي جايه ديت، خد قوه من الروح القدس لاجل الاتساع. دي اول حاجه رب يكلمك بيها في المؤتمر ده، قوه من الروح لاجل الاتساع، قوه من الروح لاجل اتساع الخدمه، قوه من الروح لاجل اتساع كل بركه وضعها الرب في حياتك. وامن كده انه زي جاد ده كان بيسكن في أرض دائما كان بيواجه الأعداء، دائما كان بيواجه بحروب وصراعات، بس جاد تشدد بالرب جدا جدا جدا. مكتوب عن سبط جاد في سفر أخبار الأيام أن وجوههم كالأسود وأنهم في سرعة الظبي فوق الجبال. قلوا أشكرك لأنك تجعل وجهي كالأسد، وأشكرك يا رب لأجل السرعة اللي أنت تحطها جوانا. أشكرك لأنه لنا سرعة الأيائل، سرعة الضباء. نعم. وإحنا في آخر لحظات كده في الوقت ده نفسي نتحد كلنا ونقوله قوة للاتساع يا رب. تعال بقوة للاتساع يا رب. تعال بقوة للاتساع. تعال بقوة للاتساع في اسم يسوع. هللويا. اطلب اطلب اطلب. ولو في أمور معطلة الاتساعات في حياتك، آمن أنه بسبب عمل الروح القدس في هذا المؤتمر هذه الأمور تقع اسم الرب يسوع. قول كده وانت واقف في محضر الرب، الامور اللي معطله الاتساعات في حياتي تقع باسم الرب يسوع. الامور اللي معطله الاتساعات في حياتي تقع في اسم الرب يسوع. الامور اللي معطله اتساعات خدمتي تقع في اسم الرب يسوع. والاسوار تتشال وتبعد لوحديها باسم الرب يسوع بقوه الروح القدس. الاسوار تتشال وتبعد لوحديها. امن كده، امن في هذه اللحظات. هذا إيماني لحياتي وهذا إيماني لكل شخص يحضر في هذا المؤتمر، سواء في هذا الاجتماع أو في أي اجتماع آخر في هذا المؤتمر إلى نهاية وقت هذا المؤتمر، ويمتد الرب بعمله معنا بعد المؤتمر في اتساعات غير عادية. مبارك الذي وسع جاد. مبارك الذي وسع جاد. لحظات الأخيرة كده قوله اعمل فيا بقوة الروح القدس للاتساع. واثقين فيك أيها الرب. عينينا عليك واثقين فيك. عينينا عليك واثقين فيك. حط عينك على الرب واعلن ثقتك وإيمانك
لن يعيق اتساعي أي أمر. اعلن ثقتك وإيمانك. لن يعيق الاتساع الذي يصنع الرب في حياتي أي أمر. جاد سبط جاد بعد أن مر بمراحل كثيرة في حياته. في وقت داود، داود حارب العمونيون وانتصر. والعمونيون دول كانوا هم الأعداء بتوع سبط جاد اللي دايما كانوا يهاجمون. بس في عهد داود الرب يسوع هو داود الحقيقي. في عهد داود انتصر داود على بني عمون وارتاح سبط جاد من هجوم عمون. ارفع ايدك معايا وآمن انه بسبب عمل الروح القدس في حياتك وبسبب التصاقك بالرب يسوع داود الحقيقي، اي بني عمون في حياتك تنتهي مقاومتهم في اسم الرب يسوع. اي بني عمون في حياتك تنتهي مقاومتهم في اسم الرب يسوع. اعلن ايمانك كده في اول اجتماع في المؤتمر ده انه بسبب وجودك في هذا المؤتمر وبسبب انك بتفتح اعماقك لعمل الروح القدس في هذا المؤتمر الرب يعمل عمل غير عادي باسم يسوع. نعم سأتسع في هذا العام. يلا كده نرفع ايدينا ونتحد كلنا في نهاية هذا الوقت ونعلن ايماننا سنتسع في هذا العام باسم يسوع. سنتسع في هذا العام باسم يسوع. سنتسع في هذا العام باسم يسوع. وينظر اليك الناس ويقولوا في آية بتحدث هنا في حياة الشخص ده لأن الرب يعمل بقوته للاتساع. هاليلويا. ولو في سنين في حياتك عاقل عدو الاتساع كبني عمون في حياة سبط جاد، آمن أن داود الحقيقي الأقوى قد جاء عشان يهزم بني عمون ويصنع اتساعات غير عادية في حياتنا باسم الرب يسوع. هللويا هللويا. نفسي كده نهتف في نهاية الوقت ده في الارتفاع، نهتف كده ونصدق. مين مصدق الرب يصنع اتساعات في هذا المؤتمر بداخلنا وفي خدمتنا وفي حياتنا الشخصية في البركات المادية؟ مين مصدق كده باسم يسوع؟ يلا نعلن إيماننا. بركات وافرة على رؤوسنا. كل الأشياء معاك تعمل
مجدك تاني بإيمان. كل الأشياء معك تعمل لي خيرا، رأسا لا زال ما تصارك.